كون انه طفل عنده 12 سنه يجيله جلطه دماغيه، دي حاجه بالنسبه لي مخيفه جدا. الحمد لله والشكر لله ان احنا فريقنا الطبي المتميز في جامعه عين شمس انقذوا الطفل، وده انعكس شيء انما يعكس بالتاكيد قدرات الفرق الطبيه المصريه، ده من جهه. شطاره فريقنا الطبي في جامعه عين شمس بشكل خاص، وانه مهم عندي بالمناسبة أن أنا أفهم هو إيه اللي حصل. يعني أولا أنا الحمد لله والشكر لله بشكر ربنا سبحانه وتعالى أنه تم إنقاذ حياة هذا الطفل 12 سنة، ربنا يا رب يديله الصحة ويطول في عمره ويبقى فيه تمام الصحة والعافية. الفريق الطبي عمل حاجة مش عارف اسمها القسطرة المخية، يعني حدوتة كده طبية طبعا أنا ما فهمش فيها، لكن خلوني هنا أرحب على التليفون بدكتور صحر محمد أحمد حسنين، أستاذ طب الأعصاب أو طب أعصاب الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو اللجنة التنفيذية للدراسة الدولية للسكتات الدماغية للأطفال في كندا. أهلا بيك يا دكتور صحر. أهلا وسهلا يا فندم. أولا طبعا ألف شكر، ده نمرة واحد، واثنين تهانينا على هذا النجاح، لكن مهم ان انا اعرف هو يعني ايه جلطة دماغية لطفل. انا اعرف ان الحاجات دي بتيجي لكبار السن، يعني هو الحمد لله طبعا هو فضل من ربنا. الحمد لله الجلطة الدماغية بتيجي لأي سن، من حديث الولادة حتى الجنين في بطن امه ممكن يحصل له جلطة دماغية، يعني وعاء دموي يتقفل، هيقطع الدم عن خلايا المخ او جزء يعني من خلايا المخ على حسب الشده بتاعته، وده بيؤدي لموت الخلايا لو ما اتلحقش. ايوه، طب بيبقى لها اسباب يا دكتور سحر عند الاطفال تحديدا ولا؟ هو في الاسباب في الاطفال والكبار بيبقى فيه اسباب، يعني انا ممكن يبقى عندي عوامل خطوره، في الكبار بتبقى اللي هي تصلب الشرايين، اما في الاطفال ما عندناش تصلب شرايين. بس عندنا امراض تانية، في بعض الامراض المزمنه زي مثلا امراض القلب، العيوب الخلقيه في القلب، بعض امراض الدم زي انيميا الخلايا المنجليه، في امراض وراثيه بتخلي يحصل تجلطات وده في الاطفال او الكبار، اضطراب المناعه، دول كل دول مجموعة من الأطفال عرضة أكتر من غيرهم أن يحصل لهم جلطات وممكن تتكرر. أي طفل بقى زي أي حد كبير اتعرض لجفاف شديد، نزلة معوية شديدة، التهابات، بتعمل التهابات في الأوعية الدموية، الإصابات، وناخد بالنا قوي من الإصابات، لأن احنا يعني شفت طفل كان راكب عجلة وقع على الجدوم بتاع العجلة على برقبته، عملت تهتك في البطانه بتاعه الشرايين بتاع اللي بتغذي المخ، والولد يعني للاسف حصلت له جلطه وادت للوفاه. لا اله الا الله. في عوامل كتيره جدا تؤدي الى حدوث جلطات في الاطفال. طيب في الحاله بتاعه يعني هذا الطفل اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني قدر له انه يعني يخف ويشفى على ايديكم، كان ايه السبب بتاعه الجلطه بتاعته يا فندم؟ هو الاحتمال الأكبر إن عنده استعداد وراثي لحدوث تجلطات في الدم. واللي بيخليها تحصل بقى الجلطة التهاب، هو جاله دور برد قبلها، أو إن يبقى عنده نزلة معوية، بس هو أحمد حصل له دور برد قبلها، ولقينا في عوامل التجلط في حاجة وراثية تؤدي إلى حدوث تجلطات بسهولة. طيب يعني في الحالة بقى، أو مش في الحالة دي، بشكل عام إحنا كأسر إزاي نقدر ناخد بالنا من ولادنا بحيث إنهم ما يتعرضوش لكده؟ يعني أعمل إيه؟ هل في تحاليل معينة نقدر نعملها بشكل دوري لولادنا، أو إذا حصل شيء ما على طول ناخد الولاد ونطلع على المستشفى؟ تمام. يبقى لو أنا عندي الأمراض مزمنة، يعني لا قدر الله طفل عنده مرض قلب أو لازم يكون بيتابع مع متخصص طبعا، ولازم ما يتعرضش للجفاف، يعني اخد بالي ما عادوش في الحر، لازم يشرب سوائل كويس، ودايما بيتابع لو هو عنده عرضه ان يحصل له جلطه، ده الامراض المزمنه انا بديله امراض حاجه للسيوله من الاول خالص عشان امنع حدوث جلطات. امراض الخلايا انيميا الخلايا المنجليه بيتعمل لهم زي تغيير دم بطريقه معينه بحيث ان انا بحافظ عليهم ان هم ما يحصلهمش جلطات. طيب طفل جاله التهاب، دور فيروسي، نزله معويه، جفاف، ما عرضوش ان يدخل في جفاف شديد، لازم ادي محاليل واتوجه بسرعه، ما استناش عليه، ما اقولش هيتحسن.
طيب ايه الاعراض اللي تخليني بقى اشتبه ان حصل جلطه؟ ايوه. اي طفل في اي وقت رضيع او اي في اي سن حصل له اضطراب في درجه الوعي لازم اتوجه على المستشفى على طول. اعراض الجلطه في السن الاكبر اللي هو اكتر من 4 سنين زي الكبار بالظبط. اي حد يحصل له شلل نصفي او ضعف في دراع او رجله او الوجه مثلا وغالبا على ناحيه واحده ما بستناش، او ان فقد مش قادر الابصار، حصل فقد فجائي للابصار او صعوبه في الكلام، انا بتوجه على طول للمستشفى وبسرعه يعني ما بستناش. خلال دقائق انا لازم ابقى في المكان الصحيح. للاسف بقى السن الصغير اللي هو الرضيع واللي اقل من سنه او سنتين ممكن يجي بتشنجات في نص الجسم برضو. دي احنا كتير بنعديها نقول ده تشنجات وهنستنى، لا انا بتوجه لان لازم اعمل اشعه بسرعه. لازم نشوف المخ ده جواه ايه. فاي حاجه بتصيب الطفل اضطراب في درجه الوعي، تشنجات، او مش قادر يحرك نص جسمه، انا بتوجه بسرعه. دي تعتبر طوارئ ما بستناش. صح صح صح. انا بشكرك جدا يا دكتور سحر، وانا يعني اشكر حضرتك جدا ونشكر كل الفريق المعاون الحقيقه اللي كان موجود في العمليه دي تحديدا وفي جامعه عين شمس، واظن القطاع الطبي كله يستاهل مننا دايما كل الشكر. كل الشكر ليك ايضا دكتور سحر محمد احمد حسنين، استاذ طب اعصاب الاطفال بكليه الطب جامعه عين شمس، وعضو اللجنه التنفيذيه للدراسه الدوليه للسكتات الدماغيه للاطفال في كندا. خدوا بالكم من العيال كويس قوي قوي قوي. في الحالات بتاعتنا بقى احنا الكبار زي ما قال الدكتور سحر، خدوا بالكم لو حصل لعثمة في الكلام، لو حصل فقدان ابصار، لو حصل في مشكلة في الجهاز الحركي بتاعنا، لو حصل تشنج في الوش وحصل حاجة، ما لو حصل توهة، يعني ساعات كده تبقى قاعد وفجأة تلاقي نفسك بتقول كلام او الشخص اللي ده بيقول كلام مش مترابط، حصل اضطراب في الوعي، يعني على طول على المستشفى، وربنا بإذن الله يشفي ويعافي الجميع بإذن ربنا سبحانه وتعالى.